عندي حالة كف بصر، ولكن ما وقفت عائق قدامي في العمل بالمجتمع المدني. تفضل يا مختار. سيدنا حسن. تفضل حبيبي. طول عمرك. اهلا وسهلا. مرحبا واضح، اهلا وسهلا. انا اسمي علي عبد الحليم شعيتاني، من جنوب لبنان، من مدينة النبطية. سنة 1998 ببيع القهوة اللي هي الإسبرسو بكيوسك خشب. جبت مطحني هلا بدي افرطها وعيرها، وتعال خد صندوقها انت. هيدي بطبيعة عملي انا، العطاء كل يوم بدي يكون عندي، مش كل شهر وكل سنة، كل يوم في عطاءات للغير، وهيك ربك ببارك وبيبعت الرزق اكثر. بعرف اشخاص مثلا بيشتغلوا بحرف صعبة كثير، ليست سهلة على الناس العامة. حرام تجي انت تعطيهم هذا اللقب اللا انساني والغير مدروس. نحن بالنسبة لنا بنتقبل، ولكن لما بيجينا شخص بقول علينا معاقين وبيشوف طريقة شغلنا بيثبت لنفسه انه هو المعاق. لا تقعدوا متفرجين على الحياة، الحياة ما بتنطر حدا. كونوا انتوا سابقينا، كونوا انتوا اقوى منا. بالعزم والإرادة كل شيء يتحقق.